إذن الحكومة اليوم تعطي انطلاقات البرنامج ديال أوراش جوج في الشق ديالو اللي كيتعلق بالمنحة من أجل دعم التشغيل. شنو هي المنحة من أجل دعم التشغيل؟ هي أنه كتعرفوا السنة الماضية أوراش نجح ودرنا أكثر من 100,000 ديال مناصب الشغل في إطار الأوراش المؤقتة اللي كانت ما بين 4 شهور و6 شهور. هاد الأوراش المؤقتة كانوا فيها جمعيات اللي خدموا واحد العدد كبير ديال المواطنات والمواطنين ديالنا. اليوم بغينا ننتقلوا لحاجة واحدة أخرى بالإضافة للأوراش المؤقتة اللي مستمرة في سنة 2023 واللي عندنا الهدف فيها 100,000. زدنا واحد الشق ثاني ديال الأوراش اللي سميتو أوراش دعم الإدماج المستدام. أوراش دعم الإدماج المستدام هي الخدمة اللي كتوفرها المقاولات للمواطنات والمواطنين ديالنا وحتى المهاجرين اللي في وضعية نظامية. هاد المقاولات اللي بغاو يخدموا شي واحد درنا لهم في الحكومة هاد البرنامج ديال أوراش جوج باش كنعطيوهم واحد المنحة ديال التشغيل فيها 1500 درهم، إذا نص ديال الحد الأدنى للأجور. إن كل مقاولة كتخدم شي واحد في الإطار ديال أوراش جوج كتاخذ 1500 درهم في الشهر الذي يلي دابا خدمته في هذا الشهر هذا، كتعطينا الحجة على أنها خدمته وعلى أنه تخلص وعلى أنه تم التصريح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في الشهر اللي جا من بعد كتوصل بهذه المنحة ديال التشغيل. هاد 1500 درهم كتبقى لمدة 9 شهور لكل واحد تم التوظيف ديالو. هادشي باش كنشجعوا هاد المقاولات باش نخفضوا لهم الكلفة ديال الأجر، على أساس أنه بطبيعة الحال يبقى هاد الأجير في هاد المقاولة على الأقل لمدة 12 شهرا. إذن الفكرة هي هادي اللي عندنا مهم هاد النهار. احنا عندنا واحد الهدف في الحكومة باش نوصلوا هاد السنة ديال 2023 بوحدها 50,000 ديال المواطنات والمواطنين ديالنا اللي يستفدوا من هاد المنحة ديال دعم التشغيل المستدام لطول الأمد. والحمد لله غير هذا النهار هذا راه فتنا 30,000 موقعة من طرف 129 مقاولة اللي كلهم عندهم الموارد البشرية ديالهم، يعني عندهم هذا المخطط ديال التشغيل في سنة 2023. إذن الحمد لله هذا الشيء تيبشر بالخير، ولكن راه غادي نزيدوا نخدموا باش نوصلوا للهدف ديالنا. وقعنا كذلك مع الفيدراليات. علاش الفيدراليات؟ الفيدراليات كيف ما كتعرفوا ما تيخدموش مباشرة، ولكن الفيدراليات تيكونوا تابعين لهم عدد كبير ديال المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة اللي عندها واحد الاحتياجات في هذا المجال. وقعنا كذلك مع أعضاء الحكومة. علاش أعضاء الحكومة؟ لأن كل قطاع من القطاعات الإنتاجية أو الاجتماعية اللي وقعنا معها عنده مسؤولية كذلك في التشغيل في القطاع دياله، لأنه كتعرفوا الحكومة تلقات واحد العدد ديال السياسات القطاعية، وكل سياسة قطاعية فيها استثمارات، وهذه الاستثمارات هي اللي كتعطي مناصب الشغل. وبالتالي السادة الوزراء الحمد لله حتى هما متعبئين لإنجاح هذا البرنامج الحكومي أوراش جوج في هذا الشق ديالو اللي سميتو شق دعم الإدماج المستدام. اليوم كنشهدوا لهذه التوقيعات اللي حنا بالنسبة لنا في فيدرالية التجارة والخدمات اللي تحت لواء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. كنعرفوا بان هاد جوج قطاعات ديال التجاره وديال الخدمات كيحتاجوا بزاف ديال العمال، وهذا الدعم هذا الان غادي يشجع المقاولات باش يخدموا اكثر عدد ديال الناس. والحاجه المهمه في هاد النسخه الثانيه وهو انه غادي ممكن بعد نخدموا بعض الناس بعد اللي ما عندهمش حتى شواهد، وهذا امر مهم لان كتعرفوا في الخدمات كنحتاجوا بزاف ديال العاملين، منهم ذوي الكفاءات ومنهم اللي ما عندهمش ربما حتى شهادات. كنسرد بعض على سبيل المثال، كاين لي سوسيتي دو غاردياج، لي سوسيتي دو نيتواياج، هادو كلهم غادي يستافدوا من هذا الدعم وغادي يشجعوا المقاولات باش نوظفوا اكثر واكثر. وكان هناك التزام بعد الاعداد ديال هذا
التوظيفات. اليوم تم إعطاء انطلاقة لبرنامج أوراش جوج، الشق المتعلق بمنحة دعم الإدماج المستدام اللي عندها ثلاثة الأهداف. الهدف الأول هو تيسير إدماج الأشخاص اللي عندهم صعوبة في وصول سوق الشغل، يعني غير حاملي الشواهد، الأشخاص في وضعيات إعاقة، المهاجرين في وضعية غير قانونية. الهدف الثاني هو تعزيز رأس مال البشري للمقاولات وخفض كلفة التشغيل، والهدف الثالث هو تعزيز مفهوم العمل اللائق، لأن الاستفادة من المنحة غيكون مقرون بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ما يفوق 100,000 فرصة تم التوقيع عليها اليوم مع المقاولات والفيدرالية، 30,000 مع المقاولات يعني فرص شغل محددة، وما يفوق 70,000 مع الفيدراليات اللي كتمثل القطاعات الواعدة اللي عندها حاجيات كبيرة من الموارد البشرية.